خليل الرحمن مش للرقص والمجون، خليل الرحمن لتخريج أفواج قراء القرآن، فيها المناضلين، فيها الشهداء. التي كانت من قبل بعض الطلاب، بغض النظر كانت وجهة نظر، يعني لكل طالب وجهة نظره، لكل طالب يمثل نفسه، ولكن هناك اليوم ضمن التظاهرة التي كانت من قبل حزب التحرير، من اعتبرها أنها ليست في المكان الصحيح وأن ليس لهم علاقة في هذا الأمر. أريد أن فقط أقرأ لكم اليافطة التي رفعت اليوم، وأعتقد أنها توصل رسالة، ألا وهي: جئنا ناصحين لإخواننا المخطئين، لم نأتي مناكفين ولا متظاهرين. فلنخبر النصيحة. إحنا بيئة محافظة، نوعا ما أنا الحق الاختلاط واللي صار والأغاني مش بيئة تعليمية وجامعة، غلط الصراحة اللي صار. موضوع انه صار حفله يعني زي نشاط بالجامعه، وهو يعني نشاط طبيعي ومش اول حفله بتصير بالجامعه، بس هاي الحفله ابصر ليش اخذت يعني صدى واهميه زياده، ولا هي مش اول مره. كل اللي حكي نزل على موقع التواصل من ناحيه انه كان في مختلط والحفله مختلطه، لا ما في، انه طبيعي وكذا حفله صارت هيك. ما لان هيك نظام جامعه اصلا، نظام الجامعات الفلسطينيه انه كان الجامعات كلها مختلطه، تمام؟ هلا صار عندنا حفله للفنان مع الربع، انا مش ضد ولا مع، الحفله كانت ماشيه كامورها يعني، ما كان لا صار اختلاط ولا زي ما بيحكوا انهم كانوا الشباب بيسمعوا البنات، لا كانوا الشباب يعني فاهمين شو انه زي بس ترفيه عن النفس، كانت مجرد يعني حفله ترفيه عن النفس بعد ضغط امتحانات، ضغط مشاكل في مدينه الخليل. كانت كثير يعني في كانوا طلاب كثير مروا في ظروف صعبه، واحنا كطلاب جامعه الخليل يعني ما بننكر هذا الشيء، يعني انه ما صارش اي شيء من بيحكوا فيه ما صار يعني. الحفله ما كان فيها شيء مخل بالاداب زي ما بنشروا طلاب، والاخص طلاب الجامعه اللي كانوا في الحفله وبنشروا انه كانت مخله، وانه البنات انه بحط الحق على الاهالي انه ليش مطلعين بناتها يروحنا حفلات زي هيك. بالنسبة كانت حفلة يعني ترفيهية وهيك، الانطباع انه كانت الحفلة منظمة بشكل منيح يعني، ما صار فيها مشاكل، كان في امن، الطلاب محترمين، الحفلة محترمة، ما كان فيها اي نوع شيء مسيء للعادات والتقاليد اللي موجودة عندنا احنا كمجتمع في الخليل يعني مجتمع محافظ، ما صار فيها اي شيء خارج النطاق اللي عايشين فيه احنا. الحفلة كانت يعني عادية، بس الشغلة يعني انه كيف بحكي لك انه وهولوا فيها، فاهم؟ ولا حفلة عادية، نشاط بالجامعة، ويا ما صار نشاطات مش أول نشاط، بس ليش النشاط هذا اللي أعطوه يعني تركيز وأهمية؟